السلام عليكم ورحمة الله، مرة أخرى مع الخل. وكما كنعرفوا احنا إن شاء الله باغيين نديروا جميع أنواع الخل في البيت. كنا شفنا الخل ديال التين الأسود، دابا إن شاء الله غادي نشوفوا الخل ديال التين الأخضر. هاهما قطع ديال التين، قسمتهم كل تين قسمتها لنصف نصف، وزدت معهم حبات ديال العنب كيبانوا هنايا، حيت كانوا عندي غير شويه ديال التين وشويه ديال العنب. يعني اللي بغيت نوصل الفكره ان ممكن نديروا الخل باشياء بسيطه، مثلا عندي شويه ديال الفواكه، عندي التين بقالي مثلا شويه ديال التين وشويه ديال العنب، ممكن ندير بهم خل. هنايا غادي نزيد نكمل هذا، نعمرها بقطع ديال العنب. ها هما كتشوفوا كل وحده قسمتها على جوج، كل حبه عنب قسمتها على جوج، وكل حبه تين قسمتها على جوج حتى هي. غادي نكمل ان شاء الله ونشوفوا المرحله المقبله. عندي هنا ثلاثه ديال الحبات ديال التمر، غادي نزيدهم حتى هما بهم بالعظام ديالهم. من بعد ما زدنا التمر دابا غادي نزيدوا واحد شويه ديال الملح. ها هما الفواكه ديالنا مع التمر اللي زدنا عليهم، دابا باقي لينا غير نزيدو الماء وصافي. ها هي القنينه ديالنا، من بعد ما زدنا عليها الماء عمرنا الماء حتى الفوق. ها هي الفواكه اللي تحت وعمرناها بالماء. دابا غادي نسدوها وغادي نخليوها 40 يوم، دائما نفس الطريقه ديال الخل. دابا هاد الفواكه اللي درنا زائد هي كتحتوي على سكر وانزيمات، وكتحتوي على املاح معدنيه، وزدنا عليها التمر اللي هو فيه مركز ديال السكر الطبيعي اللي غادي يعاون هذيك الفواكه ديالنا انها تختمر وانها توقع لها لا فيرمونطاسيون وتحول لينا الخل. هو الا كان عندنا شي خل ديال الفواكه قديم مصوبينه حنا في الدار، مثلا خل تفاح ولا خل عنب ولا خل تين ولا خل الشاي ولا اي نوع من الخل، غتكون حاجه مزيانه اننا نزيدو عليها ملعقه من شي خل اللي عندنا قديم. الا ما كانش عندنا صافي، غادي دابا غادي نغلقوا القنينه ونملوها في مكان مظلم ومكان ما فيهش الرطوبه من الاحسن. صافي دابا غادي نسدو القنينه ديالنا مزيان ونكتبوا عليها التاريخ. صافي ها هي القنينه ديال الخل ديالنا، كتبت عليها التاريخ، هي 25 شهر 9. دابا غادي نحتفظ بها وغادي ننساها حتى تدوز 40 يوم، وديك الساعه غادي نحلوها وغادي نعصروها. بغيت انا نوريكم هاد المراحل والطريقه، ما بغيتش نخلي حتى تيوجد عاد نحط لا فيديو، لان هذا هو الوقت اللي كاين فيه دابا الكرموس التين والعنب، ودابا صافي اخر الفصل، يعني دابا باقي غير شويه منه. باش اللي بغات تصوب الخل تصوبو ويبقى عندها ان شاء الله العام كامل. يعني هذه هي الفكره بكل سهوله وبكل بساطه، وهكذا كنعرفوا الخل ديالنا احسن من اننا نشريوه من على برا الا اذا كان من مصدر موثوق. انا غادي نخلي لكم الرابط ديال واحد التعاونيه حتى هما كيديروا الخل، اللي تيسر ليها انها تصوبوا بهذه الطريقه. يعني غادي تصوبوا في البيت ديالها وتكون متاكده انها مصوبه حاجه مزيانه، اللي ما قدراتش وما يعني ما تيسرش ليها ظروفها ولا العمل، واخا هو سهل ما كياخدش بزاف الوقت، اي وحده ممكن تصوبوا في البيت. غادي نخلي لكم الرابط ديال واحد التعاونيه اللي سميتها بيوم الروكو، غادي ممكن تاخذوا من عندها الخل وعينيكم مغمضين، لان كيديروه بنفس الطريقه هذه اللي شفتوا دابا عندنا هنايا بالمراحل ديالها. يعني ما فيهش منين كيوجد ما كتزاد عليه حتى شي قطره ديال الماء، لان كيكون كله تحول للخل، ده صافي ما كيتزادش عليه الماء نهائيا، كيكون كله هاد الفواكه مع هاد الماء هذا تحول للخل. من بعد منين كنصفيوه صافي ما خصناش نزيدوا عليه الماء نهائيا. نتمنى تكونوا استفدتوا ونخليكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.